طيب إن شاء الله. خلينا نروح بقى للحالات اللي انت طالبها. نعم اتفضل. نروح للحالات ونشوف اول حاله معانا وانا جايبها لتحضير نادي الدحيل وازاي بيحضروا. دي من مباراه نادي قطر وعايزين نشوف لعيبه فريق قطر وقفوا ازاي قدام نادي الدحيل لمده دقيقه كامله منعوهم من الوصول الى منطقه الجزاء او حتى حارس المرمى. نعد مع بعض. فريق بيحاول النهارده يعمل البيلدنج اب بتاعه، دايما في ثلاثي من فريق قطر بتهجم او بتضغط على حامل الكره، حتى بعد ما لاعب الجناح وقع برده في ستاره محطوطه قدام لعيبه الدحيل تمنعهم. طب احنا دايما بنتكلم ان الكره بتروح لدودو، لو ممكن نقف هنا نستوب ثانية. دودو طبيعته ان هو عايز يتحط في مواقف واحد على واحد. ليه؟ مزبوط. عشان يقدر يستغل مهارته ويرقص ياخد بنالتي، يقدر ياخد المساحة ويشوط. هنا رحماتي مدير الفني لنادي قطر كان ذكي جدا، عمل ايه؟ عمل دايما ستارة، وانس ان دودو يجيله الكورة على طول يا جماعة لازم نروح له باتنين على الأقل، بمعنى لو عدى من الأول يلاقي التاني في وشه فيبدأ يرجع، نعمل بلاي ونكمل. وهو المطلوب. بالظبط، ونشوف ايه اللي حصل مع دودو في الكورة دي. على طول في لعيب ضغط عليه، دودو حاول يشوط لقى البلوك الثاني. دي الكره اللي حضراتكم جبتوها لنا في الاول ان هو احرزها هدف، في واحده شبهها واحده شبهها يعني تاني نادي الدحيل خد الاوت. كل ده لسه 25 ثانيه بيحاول هو يخترق، مفيش اي مساحه للتمرير. هعمل ايه؟ هضطر ان انا ارجع نص ملعبي وابدا البيلدنج اب من اول وجديد. وعدى نص دقيقه، لعيب نادي الدحيل بيحاول يلاقي مساحه للتمرير وبدا الضغط الثنائي، ضغط 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 ضغط، وفي مساحه ما بين ايه؟ اربع لعيبه واقفين على لعيب واحد. السؤال هنا ممكن بس نقف ثانيه؟ نقف ثانيه. هنا لعيب نادي الدحيل عشان يخرج بالكوره اضطر انه يمشي بالكوره كتير عشان يلاقي زميل، وبالتالي لو كان نادي قطر ضغط بقوه على كان خد الكوره نكمل اللعبه ونشوف. احنا وصلنا 45 ثانيه ونادي الدحيل لم يقترب من منطقه جزاء نادي قطر، الستاره موجوده، اللعيبه مقربه من بعض، ثنائيات وبعض الاحيان ثلاثيات زي ما احنا شايفين. تاني تعمل ايه؟ انت مضطر ترجع بالكوره لنص ملعبك، وتاني في ضغط، في دبل بريس معمول عليك، اتلعبت الكره الطوليه. هنا بقى نادي قطر بدا ينقض على الكوره وخدها. تحولت ليه الكوره؟ كانت هجمه وبيلدنج اب لنادي الدحيل، فجاه على طول نادي قطر خد الكوره وقدر ان هو يعمل منها هجمه مرتده. ربما في وجهه نظري لو احنا حتى وقفنا عند الصوره هنا ونشوف لعيب نادي قطر لو كان لعب الثرو باس بشكل جيد جدا في البدايه كان ممكن زميله راس الحربه المهاجم كان خد الكوره وراح انفراد، لكن السلو باس لما اتلعب وحش فقدر نادي الدحيل ان هو يسترجع الكوره، ولكن الهجمه فشلت. وبعد ما كنا عند منطقه جزاء نادي قطر كابتن اسلام رجعنا لغايه الحارس. دي الاول. طيب دي هجمه مهمه جدا جدا. نعم. من المفترض ان ده الطريقه اللي بيلعب بيها دايما نادي الدحيل القطري. طبعا نادي الدحيل بيلعب على الاستحواذ وبيطلع بالكوره، فمهم جدا 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 لاي فريق بيلعبه النادي الاهلي ان شاء الله ده اكيد موجود عند الفريق النادي الاهلي ان الدبل بريس مفيش حد يروح واحد لواحد، واحد على واحد هم عندهم المهاره اللي يقدروا اكيد تخلي الهجمه بالنسبه لهم ايجابيه. انت كده كمدافع المفروض ان انت بتسهل للاعب اللي قدامك لو مفيش حد بظهرك. بالظبط، ويكون دايما في مساعده. بس دي بتبقى في حاجات استثنائيه برضو ممكن واحد يروح على واحد على واحد. طب دي بتعتمد على الفكر الدفاعي بقى للاعب نفسه. صح يا كابتن. نروح للهجمه الاخرى ونشوف برضو نادي طيب الدحيل. طيب اللعبه اللي بعد كده اللعبه الثانيه بنشوف نادي الدحيل بيحاول يعمل البيلدنج اب بتاعه وبيعمل غلطه شنيعه جدا من عند الفول باك البريك. بنشوف اتقطعت منه الكوره وهوب في اثنين لعيبه جارين على طول. اول ما البريك اتقطعت منه الكوره ايه اللي حصل؟ لعيبه نادي قطر استغلوا المساحه اللي ورا الفول باك. الفول باك اول ما مسك الكوره وانت بتضغط عليه وهو بيحاول يهاجم على طول المساحه وراه فضيت، وبالتالي قدر اللاعب هنا ياخد ركله جزاء من المهدي بن عطيه اللي كان عنده ازمه طبعا في التغطيه ان هو ساب مركانه عشان يروح يغطي ورا الفول باك اللي غلط في نص الملعب. ده بسبب ايه؟ بسبب الدبل بريس. الدبل بريس الضغط المزدوج، الضغط المزدوج شيء مهم جدا وانت بتلاعب نادي الدحيل عشان تحاول تغلطه. طيب اذا نعم. من الواضح جدا ان يجب ان يكون هناك في ضغط بقى خلال المباراه بكره ان شاء طبعا الله. واكيد طبعا لما نتكلم على الضغط اكيد هنتكلم على اليو ديانج، اكيد واحد من ابرز لعيبه النادي الاهلي اللي بيعملوا الضغط على المنافس. نروح نشوف دودو اللعبه اللي الكابتن اسلام اتكلم عليها من شويه الهدف. ونشوف في اللقطه بتاعه فريق قطر كان في دبل بريست. شوف هنا اللعبه دي الكوره راحت لدودو على الطرف، نكمل اللعبه ونشوف دودو بيسحب نفسه بيسحب نفسه بيسحب نفسه عشان ياخد الكوره على الطرف. هنا المنافس غلط في ايه؟ انه راح لواحد بس. لما راح لواحد بس عمل ايه؟ الراجل رقص بكل سهوله وقدر ان هو يسدد. لكن لو راح اتنين، واحد هيخش والتاني بيكون تين من وراه،
فاذا عدى منه انا عامل له بلوك صعب جدا على دودو ان هو يشوط. ده الفرق ما بين الحاله دي والحاله اللي احنا شفناها الدفاعيه بالظبط اللي حضرتك احنا بنحاول نقارن ان انت محتاج فعلا دودو او ادميلسون وانس ان هم مسكوا الكوره لازم يحصل عليهم ضغط. تمام مصدر. اللي بعد كده اتفضل نروح لاخر لقطه معايا ونشوف نادي طبعا الدحيل بقى في الهجوم في الهجمات المرتده بتاعته رغم ان كان الهجمه عليه بيقدر بسرعه كبيره جدا 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 ان هو ينطلق ويجيب الهجمه المرتده اولونجا ودي طبعا نقطه مهمه جدا. نادي الدحيل في الشكل الهجومي بتاعه مخيف مخيف جدا خصوصا في السرعه الارتداد عندهم كابتن اسلام سريع قوي اللعيبه وانس ان الكوره اتقطعت امر كده شبيه بليفربول وانس ان الكوره اتقطعت على طول في زي الهدف اللي جابه صلاح بالظبط في ليفربول في اخر مباراه بالظبط اول ما الكوره اتقطع بتلاقي على الاقل ثلاث لعيبه خلاص سبقوا كل الفريق المنافس وبالتالي في كذا اوبشن لاحراز الهدف زي ما احنا شايفين. طيب اذا دي الحالات اللي او نعم. كان التشكيل من وجهه نظر طبعا كريم سعيد نعم. وحالاته اللي بتنصح بقى النادي الاهلي في مثل هذه المباريات ان هو يعمل ايه؟ ان شاء الله باذن طبعا الجهاز الفني باذن واحد اعلى يبقى شايفين كل الكلام ده وباذن الله يبقى في تركيز في الضغط على نادي الضغط الضغط طبعا من نص ملعب نادي الدحيل ما يستلموش الكوره بسهوله الضغط بيكون بتكوينات طبعا طبعا تحت يمين ثلاثه والترحيل اكيد طبعا هو النادي الدحيل اول ما بيلاقي عليه ضغط بيلعب الكروس باس اللي هو من لاين لللاين فلازم طبعا هنا الفريق يبقى عنده سرعه في الترحيل الكره اتلعبت من الجبهه الشمال للجبهه اليمين يبقى على طول انا محافظ ان في ثلاث لعيبه بيضغطوا دايما على حامل الكره. طب